السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، أينما كنتم مرحبا بكم في قناة أنا جيت واللي خطيكم علينا، وبارك الله فيكم واحد واحد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة للقويرة وجميع بقاع العالم والكرة الأرضية. إخواني أخواتي، خفيف ظريف اللي غندير لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم من هنا مباشرة من هنايا الدراري ديال جي تي عرف حاطين الماتريال ديالهم هنا، وهنايا كما كتشوفوا هذا راه باركينغ معروف، هذا الدري اللي كيسولوا على الباركينغ ديال التيره راه هو هذا، راه باقي في بلاصتو ما بدلو ما والو. العمليه ديال الجاردينه راه ديجا صورتها لكم، والقنطره راه صورتها لكم من سالات، والدراري هما جابوا الماتريال ديالهم اليوم الحد، ما كاين حد. اذا غنستغل هذه الفرصه ديال نهار الحد وغادي نمشي نصور لكم العمليه ديال التتليت. يلاه سلاوه جاك شي رائع من جل المدخل ديال المدخل ديال مدينه، ماشي المخرج، خرجة ديالها واحد 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 الشوفنجيه حتى هي غادي تحط هنايا نعمه سيدي عليك، راه هي واحد نيفلوز شو. اذا اخواني اخواتي، العمليه ديال التثليث راه سالت، وداك الشيء جا رائع، عرفتي داك الشيء، يا سلام سلام. ودخلوا شكون اللي دخل معهم اصحاب الجارديناج دابا زادوا داروا بلاصه ديال الماطر، وداروا بلاصه ديال الطوموبيلات ثلاثه، وبلاصه ديال الماطر، ومن اللي عاوتاني بلاصه ديال الماطر وثلاثه ديال الطوموبيلات، ووسعت الطريق، وداك الشيء كان رائع رائع رائع. اذا اخواني اخواتي، المحطه هي راه غاديه، والمدخل ديال مدينه الرباط راه صافي، راه غادي وشك على وشك الانتهاء، وعندنا هنا المداخل ديالنا كل ما هي حاجه، اللهم لك الحمد. اذا النبلوزه هي دخلت لنا النبلوزه، غتشد البلاصه ديالها هنايا. وهانتوما اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، خليكم دائما معنا في قناه انا جيت، والله يخطيكم علينا وبارك الله فيكم، وشكرا لكم كاملين كاملين كاملين، شكرا اي واحد كيدير لنا جيم، شكرا لاي واحد اللي اخواني اخواتي هادو كيقول لهم الكيران ديال 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 الشمال، الوسام الذهبي كاين فيهم، عندهم جوج ديال الكيران كيديروا الرباط، كاين ديال الرباط بالنسبه للرباطين، كاين الرباط تطوان وكاين الرباط طنجه، وهذا الناس اللي فيهم البروستات واللي عندهم مشاكل ديال ما كيقدروش يحبسوا البول شي حاجه، هاد الكار راه كاينه فيه الطواليط، وداك الشيء انيق، وداك الشيء في المستوى ورائع رائع. اذا الوسام الذهبي كاينه فيه الطواليط، الناس اللي كيسولوا على الطواليطات هانتوما اخوتي، الوسام الذهبي راه كاينه فيه الطواليط، راني ماشي فيه وكيعجبني نسافر فيه، وفيه الناس محترفين. اذا اخواني اخواتي، ها هما السلعه عاوتاني داخله ديال الجي تي ار، اذا باقى الحركه فيها بركه. نكتفي بهذا القدر، في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ناخذوا الماتريال هنايا، ناخذوا معنا ونختموا، وما كاين غير الله الوطن الملك، وانا مشيت الدراري، السلام عليكم، تسناو فيديو واعر واعر.